بعد الناس، الناس كيحبوه الله، ولكن هو عند الله تبارك وتعالى ما مقبولش. فحنا نطلب الله تبارك وتعالى يجعل الافعال ديالنا والاعمال ديالنا والاقوال ديالنا خالصه لوجهه باش يكون مقبول عند الله. السبيل الوحيد والطريق الوحيد باش تقبلوا عند الله خصكم تكون جميع الخطوات ديالنا مقبولا عند الله بالاخلاص، راضي علينا الله تبارك وتعالى باش نكونوا من الفائزين. او لا ما كناش كنعملوا الاخلاص، الله تبارك وتعالى يوم القيامه يقولنا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، شنو عندك اللي كانوا الدنيا يخلصوا. فاحنا ضروري في هذه الحياة صحوا النيات ديالنا، النيات إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، صحوا النيات ديالنا. علاش حنا غادين لهاد العيادة؟ علاش حنا غادين لهاد الزيارة؟ علاش حنا كنديروا هاد الشيء؟ علاش؟ دائما راقبوا أعمالنا وراقبوا أقوالنا وأفعالنا تكون لله، خالصة لله، كما كنبغيو جميع الحاجات لينا كنبغى تكون خالصة. الزيت خصنا يكون خالص، العسل خصنا يكون خالص، الزبدة خصنا تكون خالصة. فكذلك أعمالنا أقوالنا وأفعالنا تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، تكون لله خالصة باش الله تبارك وتعالى يرضي علينا ويقبلنا عنده، باش يكونوا عند الله تبارك وتعالى من القبول. ولا رضى علينا الله غادي نفوزوا في الدنيا ونفوزوا في الآخرة، لأن إلا رضى عليك الله، الله تبارك وتعالى غادي ينادي أهل السماء وينادي على رئيس الملائكة اللي هو جبريل عليه الصلاة والسلام، يقول أنا كنحب فلان حبوه، وينادي جبريل عليه السلام في أهل السماء يقول لهم الله تبارك وتعالى كيحب فلان حبوه، يوضع له القبول في الأرض، يوضع له القبول في الأرض. هادشي هذا ماشي كيجي من فراغ، ماشي كيجي من فراغ هكا صافي تكوني مقبول عند الله، والله تبارك وتعالى ينادي في أهل السماء وجبريل ينادي في الملائكة ويوضع لك القبول في الأرض. هادشي هذا خصو واحد الجهد، لأن العلم بالتعلم والفقه بالتفقه والأدب بالتأدب والصبر بالتصبر، اجتهدون، عملوا الأعمال كيفاش تصيروا مقبول عند الله، مع الدعاء، مع الإخلاص، مع حسن الخلق، مع الإنسان يجتنب المعاصي باش يصير مقبول عند الله. كيفاش بغينا نتقبلوا عند الله تبارك وتعالى وحنا باقا كنديروا المعاصي؟ باقي الله يحضر السلامة كنغتابو، باقي فينا وفينا وفينا نكون مقبول عند الله؟ أبدا. خصنا أول شيء نصلحوا علاقتنا مع الله، ونصلحوا علاقتنا مع العبيد ديال الله، تكون أخلاقنا مقبولة عند الناس ومقبولة عند الله، مقبولة عند الناس ومقبولة عند الله. أما إذا كانت أخلاق ديالنا مقبولاش عند الناس، باقي كنأديو الجيران، باقي فينا 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 فينا، كيفاش غادي نتقبلوا عند الله؟ إذا كانوا غير الجيران ديالنا ما راقدش علينا، ما قابلناش، كيفاش غادي نكونوا مقبولين عند الله؟ فلهذا يا إخواني الكرام، هاد الزيارة تصحوا فيها النية ديالنا، علاش حنا غادي لهاد الزيارة؟ غادي لله، لأن في الحديث من عاد مريضا أو زار أخا له في الله، في الله. أما شحال ديال الناس كيزوروا من أجل كذا، لأنه كذا، لأنه كذا، عندهم صفر مساكن، حيث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ. حنا دابا الماديات والمغريات طلعت علينا، هذاك جا عندي نمشي عندو، هذاك عادني نعودو، ما عادنيش ما نعودوش، عزاني نعزيه، ما عزانيش ما نعزيش. هذا مشكل كبير في العقيده ديالنا. حنا اعمالنا كلها تكون لله سبحان الله، نعودو خوتنا لله، عادني ولا ما عادنيش، نعزيو خوتنا لله، عزاني ولا ما عزانيش، نزورو خوتنا لله، زارني ولا ما زارنيش، لله لله. لا
لأن الإنسان اللي كي يعود واللي كي يزور هذا كي يدير الخير في راسه، مش كي يدير الخير في الناس. مش إحنا دابا مشينا عندنا المريض، دابا عاد عندنا المريض وتحل الدينة ديال الحسنات، ذكرنا عند الله تبارك وتعالى، وعاد كل واحد كيرجع كيدعيو معاه 70,000 ملك. دابا شكون رابح؟ جوج رابحين، وخاصة داك الزائر. الزائر شحال عطاه الله تبارك وتعالى ديال الأجور، بأي سبب؟ بسبب ديك الزيارة. فلهذا أخواني الكرام، اجتهدوا على إصلاح نيتنا، اجتهدوا على إصلاح النية ديالنا، تكون لله، أعمالنا لله، الزيارات ديالنا لله، جميع حركات ديالنا تكون لله، ما ندخلوش فيها شي حاجة، لله 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 لله، باش الله تبارك وتعالى يخلصنا عليها. كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لله لله، باغين وجه الله، نعملوا الأعمال الصالحة ونقصوا بها وجه الله، لكن لا هذا ولا هذا، لله، باش الله تبارك وتعالى يخلصنا. نطلب الله تبارك وتعالى يجعل الأعمال ديالنا والأقوال ديالنا والأفعال ديالنا والحركات ديالنا والسكنات ديالنا خالصة لوجهه الكريم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. ولا يشرك ولا يشرك مرحبا ولا يشرك مرحبا إخوان، تبارك الله عليكم. إن شاء الله كيف ما قال الشيخ سيدي عبد العالي الفلكي، الله يجزيه بخير، كنشكروه على هاد المذاكرة الجامعة، يعني كتحمل الكثير من النصائح، بارك الله فيك، الله يجزيه بخير. وإن شاء الله غادي نحط زيارة شي حباب كيحبونا في الله مساكن، كيف ما قال السي عبد العالي، كلام واضح وباين، يعني لله، ماشي لما جاوش عندي ما مشوش عنده ولا كذا، ما عليناش. أنا واحد الشخصية كبيرة بعد السي عبد العالي الفلكي، أنجي واحد الشخصية كبيرة ما شاء الله، سي بوليس، اسم على مسمى. مرحبا خويا، مرحبا. الحمد لله، مرحبا. الحمد لله اخواني، الله سبحانه وتعالى هو اللي وفقنا حتى مشينا حتى غادي لهاد الزياره نزورو خوتنا لله، باش الله سبحانه وتعالى ينادي اين المتحابون اين المتزاورون في جلالي. اليوم الله سبحانه وتعالى يضلنا في الظل ديالو سبحانه وتعالى. الله بهاد الزياره توصلنا محبة الله سبحانه وتعالى، فقط نتحبوا لله حتى الله سبحانه وتعالى يشوف القلوب ديالنا هذا الشيء ويعطينا اللي بغينا عاوتاني بخير ديال الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير. نطلبوا الله سبحانه وتعالى يقبل منا هذه الزيارة. امين. الحمد لله. تبارك الله اخويا بولي، تبارك الله عليك. والغريب في الامر سبحان الله العظيم، لا هو حبيبه مع حبيبه، خيو مع خيو. مرحبا. واش فرحان بخويك ولا لا؟ مرحبا بالسي عمر والاصدقاء والاصدقاء. وي دابا خويك، خلينا الاصدقاء، خويك راكب معاك الطوموبيل صاحبي، خويك. فرحه كبيره صاحبي. خويك ها هو، ها هو. واش فرحان بخويك ولا لا؟ الله يودي فرحه كبيره صاحبي. كيفاش بهاد الفرحه ديالك؟ وصف لنا. خويك راكب معاك في السياره ديالك. فرحه تربيه. قال واحد الكلمه، قال واحد الكلمه انك عجبني حالي ملي كركب مع خويا في الطوموبيل، قال هو. واش كيدير عليك؟ واش كتقول انت خويا بهذا الشيء؟ ايوا دي داكشي متبادل. دابا انت الصغير وقت صايي بخويك كبير راك موراك ما شاء الله. هادشي ماشي هادشي غنقارض هادشي دابا راسك ولا لا؟ الله يودي هادشي ولا فهمتي الناس كتشوفوها في الاخبار بحال هيدا قسما بالله هادشي غنقارض. صحيح. اش كتقول في هادشي دابا؟ وهذا صحيح اسي عمر. يعني خويك واش انت فرحان؟ فرحان. الله يودي الله يودي. هاني قال لك قول شي كلمه خاي عثمان. نسال الله سبحانه وتعالى اسي عمر على المحبه لله كيف ما قال خونا ويدوم علينا هذا. ان الشيء الدليل ديال هذا الشيء هذا هو انه لله. الله اكبر دليل على انه لله هو كبر الاخ مجموع مع الاخ ديالو الصغير مع الكبير، هذا سبحان الله العظيم دليل ديال المحبه لله. جزاك الله خير. نسال الله سبحانه وتعالى يداوم علينا. جزاك الله خير. شي كيفاش نحافظوا عليه ان شاء الله تعالى. يا اخي ان شاء الله هذا الحبل شبنيه زيارة داخل ان شاء الله تعالى معروض لواحد المناسبه. المناسبه ان شاء الله الزياده ان شاء الله تعالى يجعلها ربي سبحانه وتعالى زياده في الخير، زياده في الاسلام. امين. ان شاء الله تعالى بغينا المولود كان ذكره وانت يكون ان شاء الله تعالى من الدعاة. امين. العلماء الربانيين المخلصين ان شاء الله تعالى. جزاك الله. وان شاء الله اكبر
السي عطيف شتوك. مرحبا. مرحبا. السلام عليكم. كلمة الله يسلمك. الله يبارك فيكم. واه في الحقيقة أنا ما نقدرش دابا نطيب شي حاجة على ما سمعنا. نطلب الله يقبلنا. إذا فانا نطيبو إلا قبلنا الله هذا هو الفوز. كما ذكر الشيخ في بداية المذاكرة واستدر بالآية الكريمة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. أعمال تكون لله. سبحان الله العظيم نضيف شي حاجة على الأخوة اللي بين السي عثمان وأم خوت والحمد لله المحبة اللي بيناتهم الحقيقة يتفكروا أيام رضعوا مدرسة وحدة كانوا في كشف وحدة ركبتهم الوالدة في دار واحد تربية وحدة إلى تذكروا عاد إلى تذكروا عاد الحالة اللي كانت في الصغار ديالهم راه ينقسموا اللي في جيوبهم دابا الله الله والله العظيم كانوا كيرضعوا مدرسة وحدة كانوا في كشف وحدة ركبوا في دار واحد أم وحدة أب واحد لهذا الأخوة هذي بغينا ما تقطعش عدد ديال الإخوان كيتلاعاو كيمدابزين على الورد مدابزين على المال مدابزين على هذا الفلوس يعني لا يليق الأخوة هي هيك تكون الله تكلم عن الأخوة عند الإسلام كيف الأخوة اللي من الأب والأم نطلب الله سبحانه وتعالى جعلنا إخوان وعلى الخير أعوان كما قال حسن الحيلي الله يبارك فيكم السلام عليكم